فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ما حكم علاج السحر بالسحر للحاجة؟ ما نحاجة ولا يعالج السحر بالكفر، لأن السحر كفر والعياذ بالله، تعلمه وتعليمه وعمله لا يعالج بالكفر. قال صلى الله عليه وسلم: تداووا ولا تداووا بحرام. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما كما في البخاري: إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم. نعم.